أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب بالسعودية. أقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال ال3 أيام القادمة بحول الله، وأيضا خلال الساعات القادمة. أيضا نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدث فيها خلال هذه النشرة عن استمرار للطقس الشديد الحرارة شرقا، أيضا تراجع فرص الأمطار في جنوب غرب المملكة ورياح مثيرة للغبار في بعض أجزاء من غرب المملكة. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لبعض الغيوم العالية في أقصى جنوب المملكة. عدا ذلك ساد طقس صافي في باقي المناطق. اذكر أن الغيوم العالية في جنوب المملكة هي بقايا لسحب ركامية تشكلت فوق مياه بحر العرب وتحركت باتجاه الغرب، لكن كانت عبارة عن سحب عالية بدون فعالية. ننتقل الآن إلى استقراء توزيع درجات الحرارة وتوزيع الكتل الهوائية، والتي توضح استمرار تمركز للكتلة الهوائية الشديدة الحرارة في عموم منطقة شرق الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي وامتدادا حتى جنوب الجزيرة العربية ووسط السعودية، هي ما تعمل على ارتفاع كبير على درجات الحرارة وطقس حار إلى شديد الحرارة ومرهق في عموم المنطقة الشرقية، منطقة حفر الباطن والإحساء والرياض. بالانتقال الآن إلى استقراء توزيع هبات الرياح المتوقعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، نلاحظ تراجع كبير في سرعة رياح البوارح في المنطقة الشرقية، لكن بالمقابل تنشط الرياح الشمالية الغربية في عموم المنطقة الغربية من منطقة الرياض وأيضا شرق منطقة الطائف، حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر من يومي الثلاثاء والأربعاء. ننتقل الآن إلى توقعات الطقس العاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية في العاصمة الرياض خلال هذه الليلة مع 32 درجة مئوية متوقعة خلال ساعات الليل. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة الرياض ل3 أيام القادمة بحول الله. يوم الثلاثاء طقس حار بشكل لافت، 45 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 32. اعتبارا من يوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة في العاصمة الرياض، 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 31. أما الخميس أيضا المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، 42 درجة مئوية كحرارة عظمى، والصغرى 29 درجة. في ختام نشرتنا هذه نستعرض وإياكم هذا الفيديو من اليابان، حيث تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على جزيرة كيوشو بجنوب اليابان بوفاة حوالي 20 شخص وفقدان 14 آخرين، كما تسببت هذه الأمطار الغزيرة في إخلاء أكثر من 76 ألف من السكان. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.